بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في محاضرة اليوم هنتكلم عن الجزء الأول والجزء الثاني من شابتر 2 بيلتون تربين. في الجزء الأول هنتكلم على الجروس أند إفكتيف هيدز وتعريفهم. في الجزء الثاني هنتكلم على بيلتون تربين كومبوننتس. نبدأ مع الجزء الأول وهو الجروس أند إفكتيف هيدز. المقصود بالهيد هو صورة من صور الطاقة، وهي طاقة الوضع يتم التعبير عنها بالهيد أو بالمسافة التي تقاس بالمتر. فلو قلنا المائع اللي موجود خلف الريسيرفوار خلف السد بيحمل طاقة قد إيه، أو الطاقة المخزنة فيه في صورة بوتنشال إنرجي أو طاقة وضع قيمتها قد إيه، بتعتمد على الهيد اللي موجود عليه أو الارتفاع اللي موجود عليه المائع خلف السد. يعني لو سمينا الجروس هيد هنقول هو المسافة المقاسة بين مستوى سطح المائع خلف خلف السد إلى مركز التربينة أو مكان التربينة. يبقى المسافة دي هي تسمى الجروس هيد، وهتحمل أو تسمى بمعنى آخر اللي هي الأفيلابل إنرجي اللي بيحملها المائع، وهي الطاقة المتاحة. ولكن أثناء مرور المائع داخل البايبس أو داخل البينستوك بيبدأ يحصل فقد في الطاقة بسبب الاحتكاك، ويسمى الجزء المفقود في هذه الحالة الهيد لوسز. الإفكتيف هيد هو الهيد المؤثر أو الفعلي الذي يدخل في حسابات التربينة، ويتم حسابه عن طريق أن الإفكتيف هيد هيساوي الجروس هيد مطروح منه اللوسز، الهيد لوسز. بيلتون تربين كومبوننتس، مكونات بيلتون تربين او الاجزاء الخاصة بتربينة بيلتون او عجلة بيلتون. تسمى ايضا عجلة بيلتون لانها تتكون من عجلة عليها مجموعة من البوكتس. هذه البوكتس بتصطدم بيها المية اللي بتخرج من النوزل بسرعة، طبعا بتكون عالية، ونتيجة لهذا الاصطدام بتبدأ العجلة تاخد حركة دورانية أو بتاخد باور، يعني بيتحول جزء من الطاقة الحركية للمائع إلى طاقة ميكانيكية. طبعا العجلة دي بتكون راكبة على شافت، وبيبقى فيه حاجة اسمها الكيسينج أو الكفر اللي بيغطي التربينة. والكيسينج في حالة بيلتون ما بيكونش ليها أي وظيفة هيدروليكية، لأن المائع اللي بيدخل للتربينة بيكون ضغطه بالضغط الجوي، لأن النزل بيحول كل الطاقة المتاحة عندي إلى طاقة حركية، يعني كينيتك إنرجي، ولذلك لا يوجد تغير في الضغط. يعني الفلو بيدخل بالأتموسفيريك بريشر للتربينة وبيخرج بالأتموسفيريك بريشر، ولذلك نجد الكيسينج بتاعة بيلتون has no hydraulic function، ليس لها أي وظيفة هيدروليكية. كذلك نجد في جزء آخر اللي هو البريك نوزل، وده بيستخدم في فرملة العجلة، يعني بنستخدم المية بتحويل اتجاهها بحيث انها تكون عكس اتجاه حركة البوكت، وبالتالي تعمل على فرملة العجلة في حالة ايقافها. الصورة دي بتبين الاجزاء الرئيسية لتربينة بيلتون او عجلة بيلتون. طبعا الجزء الرئيسي الاول اللي هو الرانر اللي بيبقى موجود عليه مجموعة من البوكتس، وطبعا اللي هو بينقل الحركة بعد كده الى الشافت.